وفي تصريح خاص لمركز الأخبار، أكدت الدكتورة أماني الهاجري مديرة مشروع الجينوم الوطني أن المركز يساهم بشكل كبير في رفع جودة الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض، خاصة الأمراض الوراثية. طبعا من أبرز المشاريع التي يقدمها المركز هو مشروع الجينوم الوطني، والذي يهدف إلى تأسيس قاعدة بيانات بالمعلومات الجينية للسكان في البحرين، بالإضافة إلى خدمة تشخيص الأمراض الوراثية الغير مشخصة حتى الآن، وذلك التشخيص يعني يكون على بصورة جدا دقيقة على المستوى الجزيئي. هذه من شأنه أن يساعد على معرفة طبيعة هذه الأمراض وعلاجها والوقاية منها، وبالتالي خفض نسبة الإصابة بهذه الأمراض في المجتمع، وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمصابين وذويهم على حد سواء. مثل هذه الاكتشافات تساعدنا على ابتكار طرق علاجية مبتكرة مبنية على جينات الأشخاص نفسهم متفردين فيها، وهذا جزء مهم من الطب الشخصي كمفهوم جديد على الساحة العلاجية وطريقتنا الجديدة في علاج الناس.